في رحلتي بهالحياة كانت عندي كثير من الأفكار لمشاريع، منها نجحت ومنها ما نجحت. مع كل فكرة تعلمت من أغلاط كثيرة. ظلت التجارب الأولى هي العالقة في الذهن، رح خبركم واحدة منها. كنت بأول العشرين ورجعت على المغرب عشان عطلة الصيف، وخطرت علي فكرة. لما كنت بأمريكا شفت اهتمام الأمريكيين الكبير بزيت الأرغان، وكان بينباع بأسعار عالية جدا، ومعظم يلي بينباع كان مش أصلي أو صافي. وأنا كمغربية بلادي بيشتهر بهذا الزيت، وجدتي كانت عندها مزرعة أرغان صغيرة، فبقدر أميز بين الزيت الأصلي أو المخلوط، ومن هون بلشت فكرة مشروعي. بس كيف مشروعي بده ينجح ويتميز؟ طورت الفكرة، شفت أن زيت أرغان في المغرب بينباع بطريقة عشوائية، يعني أن مرات بينباع بقنينات مي فاضية، ومن هون لمعت الفكرة. رحت اشتغلت على شكل قنينة الزيت وحولتها لقنينة ملفتة جميلة، السيدات رح يحبوا انهم يشتروها. رحت عن صديقي حمزة يلي بيشتغل في مجال التصميم كجرافيك ديزاينر بالرسومات البسيطة، تخبره كيف رح يكون شكل القنينة. بدي اياها تشبه شكل جسم امرأة جميلة لابسة قفطان وتطلع لون النيون بالليل على شكل ستارز. بدي اياها قطعة فنية بتحب كل امرأة او فتاة انها تشتريها وتحطها بغرفة نومها. وفعلا صديقي حمزة صمم هاي القنينة بدون اي مقابل، وبعدين حولت التصميم الى حقيقة، وكان شعور كثير جميل لما لمست حلمي لأول مرة في إيدي. بمساعدة جدتي عبيت 10 قنينات بزيت الأرغان الأصلي، وهيك كان الشكل النهائي للقنينة. فضل إني أسوق المنتج، فتشت على شريك يساعدني في تمويل المشروع، حضرت بيزنس بلان وكل شيء ممكن يقنعه للمشاركة معي، وبلشت البحث على الانترنت. لقيت شخص من هولندا كان مهتم جدا، لكن بدل ما يكون شريكي عرض علي شراء الفكرة بكل ما فيها. قبلت وبعت له الفكرة. ما كتير كنت متشبتة بالمشروع، وخصوصا إن كان لازم أرجع لأمريكا عشان أكمل دراستي. بعد سنوات اكتشفت إن في شركة عطور مشهورة طرحت نفس القنينة بنفس التصميم، قنينة على شكل جسم امرأة. تجربة تعلمت منها الكثير، وفي رحلتي أسست 4 مشاريع ناجحة، منهم يلي بعتهم ومشروع منهم جاي على الطريق إن شاء الله. واليوم رح خبركم عن إنشاء الشركات الناشئة أو الستارت أبس، رح خبركم كيف ممكن تحطوا حالكم على الطريق لأول مليون. شو رأيكم لو قلت لكم إنكم فيكم تبلشوا شركة بمليار دولار من فكرة صغيرة خطرت على بالكم اليوم؟ ممكن تفكروا إنه هذا الشيء مستحيل، بس أبداً، تعالوا خبركم السر. بكل لحظة ممكن يخطر على الواحد فكرة لمشروع أو بزنس، لكن مش الكل بياخد الخطوة الأولى لينفذها. السوق مليان شركات كبيرة وشركات ناشئة، بس مش كلها بينكتب لها النجاح، فهي مهمة محفوفة بالمخاطر ونجاحها مش مضمون. 472 مليون شخص في العالم يعرفون عن نفسهم أنهم رواد أعمال، أكثر من 300 مليون شركة تنشئ في العالم سنوياً، لكن حوالي 9 شركات ناشئة من أصل 10 بتفشل وتتوقف. بس قبل، شو يعني شركة ناشئة أو ستارتاب؟ الشركة الناشئة هي فكرة حقها مصاري، هي بكل بساطة فكرة بتتحول لسلعة أو خدمة بتتوسع بوقت صغير كثير. بالآخر هذه الفكرة إما بتنجح أو تفشل، وبتعتمد الخطوات الأولى لنجاح الفكرة على العثور على المستثمرين أو الشركاء المؤسسين المناسبين يلي راح يآمنوا بك وبفكرتك. بمجرد الحصول على التمويل المناسب من قبل المستثمرين، بتصير أمام خيارين: يا إما الحفاظ لنفسك بمنصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتك بعد تصويت المستثمرين أو المساهمين الجدد، وهذا الشيء اللي بيحدده هو خبرتك ومهاراتك، أو في بعض الأوقات بيكون القرار المناسب هو اختيار شخص آخر لإدارة المشروع وبتكون عنده خبرة أكثر منك في المجال، وبتضطر أنك تعطيه حصة من الشركة لضمان وجوده معك دائما. هون بيظهر السؤال: شو يلي بيحدد ما إذا كنت الرئيس التنفيذي المناسب لعملك أم لا؟ في كثير معايير تتحكم بالجواب، مثل كيف إنه خلفيتك. لنفترض أن شركتك الناشئة تهتم بتوصيل الطعام، فبيكون السؤال: هل اشتغلت في مثل هاي الشركة من قبل؟ هل عندك خلفية إدارية؟ هل أنت الشخص المناسب ليتكلم على المشروع أمام المستثمرين؟ في العامين يلي طافوا شفنا قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية وخدمات البث والخدمات اللوجستية بتحقق أعلى معدلات النمو في قطاع الشركات الناشئة. أحد هذه القطاعات هو الفينتك أو قطاع التكنولوجيا المالية. فعشان نتكلم أكثر عن أسرار بناء شركات ناشئة في قطاع الفينتك، مع اليوم ضيفة وصديقة كانت في يوم من الأيام بنفس المكان يلي أنت أو أنت فيه، وحققت نجاح كبير في عالم الستارتاب والإنتربرينورشيب. خلينا نشوف مين معانا اليوم. نادين مزهر، الشريكة المؤسسة لتطبيق ثروة للاستثمار.
ومؤسسة منصة التداول ثروة تريد، تمتلك أكثر من 18 عاماً من الخبرة في استراتيجيات النمو والتواصل، متحدثة على المنصات العالمية حول مواضيع التكنولوجيا المالية والأعمال والنساء في القوى العاملة. أهلين فيك يا نادين، والله صرنا زمان. أنت من مؤسسين ثروة اللي هي ستارت اب، وكمان أنت الرئيس التسويق التنفيذي للشركة، فكيف قررتي أنك تفوتي تاخدي هذا الريسك وتفوتي وتبلشي في المشروع، مع العلم أنه إجاكي حدا بارتنر اللي هو مارك، هلا واحد من الكوفاوندرز، وإجاكي بفكرة وقال لك تعالي leave your job، خلي شغلك وتعالي بلشي معي. صح، بصراحة يعني الواحد بس يترك وظيفة واستقرار مالي ويقرر يعمل شركة جديدة أو يعني ريادة الأعمال in general فيها مخاطرة بس كمان فيها مكافآت كتير، فمنا هينة بس بالنهاية بس واحد يقرر أنه يقدم خدمة مطلوبة من المجتمع اللي حوله بحس بإحساس رائع. وأنا بالنسبة لي كان شيء كتير كتير مهم. أنا كنت كمان أشتغل مثل ما بتعرفي بدائرة السياحة والاقتصاد بحكومة دبي، وكنت كتير حب شغلي لأنه كنا نشتغل على قطاع التسجيل أو استراتيجية، وكان يعني شيء أنه بالنسبة لي بيعطي كتير. بس وقتها مارك حكاني وعم بيقلي عن فكرة ثروة وبده كان أنه ساعده بأنه الريسيرش والأبحاث، اكتشفت أنه شيء كتير مهم نقدر نقدم عملية استثمار سهلة للعالم. يعني بالنسبة لنا المهمة اللي وراء ثروة اللي هي المشن وراء ثروة كانت شيء نحن بنآمن كتير فيها، اللي هي أنه نأمن مستقبل أفضل خاصة للجيل الجديد، كيف يقدروا يستخدموا أموالهم يكبروها لقدام ويفكروا بمستقبلهم. خبريني أكثر على نادين، نادين الطفلة. أنا بشوف فيكي هيك المرأة المحاربة، بشوف فيكي أشياء كثير اللي فيني أنا كحسناء، فخبريني أكثر كيف كانت طفولتك؟ شو اللي خلاكي independent woman كيف بيقولوا؟ يمكن بيئتي، بتعرفي يعني مثل ما قلت أنا، نحن وصغار يعني الوالد كتير شجعنا على ريادة الأعمال ونبلش نشتغل أنا وإخواتي معه من عمرنا 14 سنة. أنت كنت بتروحي لعنده للمكتب؟ بالمكتب، مكتب العائلة، وطبعا ماما كانت تشتغل معنا، فكانت يعني family business وكلنا موجودين من نحن وصغار. فت على الجامعة كنت أشتغل كمان، أنا عملت دراستين كمان، يعني كبرت بالسعودية وبعدين رجعنا من بعد حرب لبنان، رجعنا على لبنان، فكمان ظروف البلد بتخليكي تقوي، بتخليكي تفكري إنه كيف على طول عم تفكر خطوة لقدام، مش يعني بضل في تغيرات يمكن مش بإرادتك، فكيف تقدري أنت من خلالها تكوني حالك. أو بعدها سافرت لبرا، رحت على إيطاليا، رحت على فرنسا كمان، هيدي إنه خلتني أكون كتير مستقرة. وكنت عم بشتغل wherever كنت عم بدرس، كنت عم بشتغل يعني ما وقفت، ما أنا عمري 14 سنة أشتغل. بالنسبة لي كتير مهم كمان موضوع الاستقرار المالي والإندبندنس. طيب أنت نادين إجيتي لعنا لليوم، شفتين عم نتكلم عن الستارتابس وفي أشياء كتير مهمة عشان تنطلقي بفكرة مشروع وتخليها مشروع، مثل التكنولوجي والماركتين أو التسويق. فأنت بخلال خبرتك، هلأ أنت مترأسة استراتيجية التسويق كلياتها في ثروة، من خلال خبرتك شو الأشياء اللي لازم نركز عليها أكثر عشان نحقق نجاح لكل الناس أو اليوزرز اللي راح يستخدموا، خلينا نقول الابليكيشن بتاعتنا؟ حلو كتير هالسؤال. سو مثل ما قلتي، أنا من خبرتي اللي اكتشفنا أنه أهم شيء تكون عملية التسويق مبسطة، يعني المفردات ولا العبارات ولا الكلمات اللي عم نستعملها ولا الكلمات حتى الموجودة على المنصة على الويب سايت مسهلة ومبسطة. يعني بالنسبة لنا كان بهمنا كتير أنه نسهل عملية الاستثمار. كيف ممكن تسهليها؟ على القليل بتبلشي بالطريقة اللي بتحكي معها مع العالم. صحيح. سو ما نصعب الأمور وما نستعمل مصطلحات كتير صعبة ويعني complicated. في شيء أنا شفته مرة تحويل النقطة لفاصلة، شو قصة؟ صح. لك بالنسبة إلي التسويق هو عن جد فن وعلم، يعني على طول بنرجع لأنه مضمون والشكل بكل التفاصيل، بس نفس الوقت أنه بدك تكوني عم بتخبري قصة، سو عم تسردي حكاية لتركز العلامة التجارية براس العالم، العملاء اللي انت، ولا يضلوا معك على العقل الباطن. العقل الباطن. بس نفس الوقت نحن كتير علمية كمان بطريقة التسويق. سو نحن بنستخدم طبعا
القنوات اللي كانت الرقمية ولا غير رقمية، وكلها مدروسة وكلها منشوف قديه عم يرجع لنا مردود منها. يعني كل دولار منحطه لنقول إذا كان مدفوع، إذا كان تسويق مدفوع قديه عم يرجع لنا منه. وهي كلها سهلة، هلأ عنا الديتا تيم عطول عم يعملوا أناليسز، عم طول عم بيدرسوا وين عم شو الأكتر شيء عم يشتغل، شو لازم نغير، experimentation صح؟ فهي الفكرة أنه عطول بثروة نحن عم نجرب نوصل للعالم بأسهل طريقة ممكنة، وبنفس الوقت أنه بدك تنمي شركة فبدي يكون في دراسة وراها لتقدري توصلي لها. سو بس تفتح حساب وتحط الفلوس اللي عم تدخلون على جنب وتستثمرون، هيدي النقطة يعني نقول $100 هاي النقطة فيك تزيحها على جنب تعملها فاصل وتصير 1000 على المدى البعيد طبعا، و10,000 و100,000 لقدام. نحكي على موضوع الاناليسز اللي قلت لي عليها، الداتا ريسيرش اللي عم تسووها. لما بتحطي مثلا صورة بتقارنيها مع صورة تانية، خلينا نقول حطيتي الصورة الأولانية في السوشيال ميديا وحطيتي الثانية، فهي المقارنة كيف بتسووها انتو يعني في الانترنال تيم؟ مثل ما قلتي، سو نحن اذا لنقول انت عم تعملي تسويق عبر المنصات الرقمية ان كان سوشيال ميديا او جوجل او يوتيوب او هلا في الاب ستورز وكل هولي، كل شغلة بتحطيها ممكن نحن نشوف انه طبعا هيدي كلها يعني انونيمس، بس اذا اليوزر اللي عم بفوت على الابلكيشن من ورا لنقول عمل كليك على هيدي الصوره، هل يا ترى بالنهايه عم بيصير عميل وعم بيأكشري عم بيبقى معنا على المدى الطويل، او يمكن صوره تانية حكيت معه بطريقه افضل. سو على طول بنعمل يعني نحن عم نجرب انه شو الاشياء اللي بتقدر نوصل فيها الرساله تبع الثروه للعميل اللي بدنا اياه يجي لعنا. كمان انتم بتركزوا على الديزاين، يعني انا شفت الالوان اللي انتم بتستخدموها، الكاركترز اللي انتم بتستخدموها، هذا بيخلي انه الناس اللي عم بتشوف الادفرتايزمنت بتاعتكم انه تو ريليت تو ات مور، يعني يحسوا حالهم انه فاميليير وذ صح. في guidelines لأنه عنا العلامة التجارية وعنا guidelines من تبعها، so شكله مضمون مثل ما قلنا صح، so لازم يكون كله نفس اللوك نفس الفيل، حتى الصوت منقول صوت العلامة التجارية الفويس التون تبع البراند لازم يكون موحد، إن كان عبر المنصة اللي عندك ياها، إن كان عبر الدعايات اللي بتعمليها، إن كان عبر السوشيال ميديا تبعك، إن كان الفريق اللي نحن الخدمة العملاء كيف بيحكوا مع العميل، كيف بيتعامل، كيف يعني كل شيء بالنهاية العلامة التجارية بالتفاصيل تبعها، وبس تدمجي هالتفاصيل بصير عندك success story. نادين بعد الفاصل رح يضم إلينا شاب من الشباب الطموحة اللي قرروا إنهم يفوتوا لعالم ريادة الأعمال ويبلشوا من مشروع لفكرة، حقدم لك إياه بعد هالفاصل. رجعنا لكم ومعانا أيمن سلطان، فخلينا نتعرف عليه أكثر. أهلاً فيك أيمن. أهلاً بيك. ما فيكم تتخيلوا قديه التمويل بيكون شيء كتير أساسي، واحد من أهم العوائق اللي بيمر فيها أي واحد منا عنده فكرة وبده يطورها وتصير مشروع. وإنت من الناس اللي هلأ حاسس إنه بدك تمويل ومش ملاقي الانفسترز الصح والمستثمرين الصح اللي بلشوا معاك وياخذوا معاك المغامرة هاي صح؟ قبل ما نحكي عليها شوي وكيف ممكن نساعدك أنا ونادين، خبرنا أكثر عن الفكرة وعن حالك أنت، مين هو أيمن؟ طيب. شو الباك جراوند بتاع أيمن؟ أوكي. أنا اسمي أيمن سلطان، أنا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة. كنت اشتغلت قبل كده في مجالات مختلفة، اشتغلت في الحسابات واشتغلت في خدمة العملاء، اشتغلت في كواليتي كنترول، وآخر فترة من أول ما جيت الإمارات قعدت 12 سنة بشتغل في مجال الموارد البشرية. فترة الكورونا كان ابتدى يظهر احتياج السوق لشركات تساعد الشركات الكبيرة في ان هم يوصلوا طلباتهم للزبائن بتوعهم، فكان ده احتياج عند الشركات، وكان حتى سوق العمل كان ساعتها متأثر شوية بان هو في ناس متاحة ان هي تقدر تشتغل، فكان ده حل للطرفين وما كانش في حد قادر ان هو يملأ الفراغ ده في الفترة دي. ففكرت ان انا ممكن ابتدي، انا بقدر خبرتي في الموارد البشرية ان انا اقدر اوصل للناس اللي توصل الطلبات اللي هم الدرايفرز. الدرايفرز بالضبط كده، اللي هم احنا بنقول مندوبين توصيل، يعني لان هم
مش درايفرز، هم مندوبين توصيل لازم يكونوا متعلمين. ودي كانت الفكره الثانيه اللي انا وصلتها للعملاء اللي هم الشركات الكبيره، انه انت مش محتاج سواق، انت محتاج مندوب توصيل، محتاج حد يكون متعلم، محتاج حد يكون عنده كاستمر سيرفيس سكيلز. فكانت دي الفكره اللي انا دخلت بيها السوق. ففي البدايه انا ما كنتش عندي الجرأة ان انا امول مشروع من عندي، انا لسه مش عارف النتيجه ومش عارف اصلا الاحتياجات قد ايه. يعني انا هو الموضوع فكره، مش عارف انا هحتاج فلوس. بس انت مولتها، قلت لي انك حطيت مبلغ. اول حاجه خلص عملتها ان انا دخلت مع مستثمر، ان هو تعالى في فكره انا ما عملتش اي استثمار، تعالى ادخل معايا. فللاسف الموضوع ما جاش، لان هو ما كانش، انا ما كانش عندي الخبره الكفايه في فكره ان انا يبقى عندي شركه. وهو في نفس الوقت ما كانش مهتم قوي بالموضوع، فللاسف هو ما كانش عنده الخبره. وحتى وقت ما كنت بطلب ان انا اتدخل في الاوبريشن نفسها كان بيرفض تماما، ان هو لا انت شغلك في الحته الفلانيه. كم كان راح يحط معاك؟ هو كان الادفاع على 3 مليون درهم. كان راح يحط لك 3 مليون وانت من جهتك ما حاطط ولا شيء؟ مش حاطط اي حاجه. اوكي. الموضوع ما نجحش، فقررت ان هو لا. كان طبعا ده كان في تعلمت حاجات وفهمت حاجات اكتر. فقبل ما انزل اشتغل في الموضوع قررت ان انا هنزل اشتغل سواق لمده 6 شهور. فاشتغلت فتره عشان افهم ايه التحديات الفعليه على ارض الواقع، لان هو ده اللي هيبقى الشغل. انا قررت خلاص ان هو انا مش هشتغل في شركه، انا يهنجح ان شاء الله. فاشتغلت فتره 6 شهور في ان انا مندوب توصيل مع شركات مختلفه، شهر مع هنا وشهر هنا وشهر هنا، شهر بدراجه وشهر بعربيه. انا فهمت شوي البزنس موديل بتاعك. في عندك عوائق هيك اللي انا عم نشوفها قبل ما نتكلم عن كيف تلاقي المستثمرين الصح لإلك؟ انا بآمن بفكره انه، ونادين ممكن تكون توافقني الراي، ما تاخذ فلوس من عند اي واحد مستثمر الا اذا راح يعطيك ان ادد فاليو. شو رايك انت يا نادين؟ انا بوافق الراي. اظن المستثمرين بالنهايه يعني بيستثمروا، على طول بنقول بيستثمروا بالشخص. وايمن يعني انت مثل ما ذكرت عندك مثابره رائعه، يعني ما يعني فايت وبدك تنجح، هذا كثير مهم. بس نفس الوقت بدك يكون معك شخص شركة أو ضمن فريق العمل يكون عندهم الخبرة اللازمة، يعني يكون عندهم مهارات تكميلية ليقدروا إذا أنت عم تقدم شيء مثلا من خبرة معينة يكون عندك حدا كمان بيقدر يكفي معك. عرفت؟ 100%. ذكرت أنت المستثمر اللي جبته كان نوعا ما أيمن حابب أن يكون هالمستثمر هو شريك استراتيجي، بس يمكن ما مشي الحال. صحيح. بس خليني أسألك آخر سؤال، أنت بدك فلوس عشان شو؟ الحلول اللي أنا مقدمها لسه مش كاملة، أو الفكرة الكبيرة كان جزء منها إن هو يبقى الناس اللي شغالة بليهم حد أدنى من المهارات ده. الحمد لله ابتدى إن هو يبقى موجود. الفكرة التانية إن هو بقى إنه الشركات نفسها تبقى بتشتغل معايا علشان أنا مدي حل مش موجود في الماركت كله. فانت بدك فلوس عشان تو اكسباند اكثر في الماركت، تصير اوتسايد اوف ذا ريجن. بالضبط. هو اكسباند في لا جوه الامارات كمان، حتى السوليوشن نفسه او الحلول اللي انا عايز اعملها جوه الامارات هتحتاج شويه فلوس اكتر، لانه انا محتاج انه مثلا مع توجه الحكومه في فكره ان هو الانبعاثات الكربونيه تقل، في حلول موجوده للموضوع ده. شكرا كثير على حضورك ايمن وعلى مشاركتك لقصتك معنا. ونادين انت كمان ما شاء الله عليك، يو هاف دان اميزنج في الفيلد بتاعت الستارت ابس. ما في حدا اهم من نادين، من واحد من المؤسسين بتاعت الستارت ابس في الامارات اللي مستفيد من خبرته. شكرا كثير. حعزمكم بعد هاي الله يسعدكم. شكرا. كل الخطوات اللي حكينا عليها أساسية جدا، ولكن يبقى الأهم كيف منمول شركتنا الناشئة. قبل أنك تبلش في مرحلة جمع الأموال لمشروعك لازم تخطيط مثل أي شيء ثاني في الحياة، وبعدين تيجي مرحلة جمع الأموال من المستثمرين، والهدف أنك تمول المشروع وتكبره عشان في المستقبل يا إما تبيع الشركة أو أنك تدرجها في سوق الأسهم. ورح ألخص مراحل التمويل إلى 3 مراحل. أول مرحلة ما قبل التمويل الأولي، وهذا بتكون المرحلة عادة هي الفترة اللي ببلش فيها مؤسسو الشركة التحضيرات المبدئية للمشروع، وبتكون مصادر التمويل الأساسية هي الأموال اللي بيدخل مؤسسين أنفسهم، اللي بتكون من قرض شخصي أو من مدخراتهم أو من الأصدقاء المقربين والداعمين من العيلة، ويتم استخدام هالأموال في الحصول على المنتج الأولي للمشروع ويلي بنسميه المينيموم فايبل برودكت أو الـ MVP. رقم 2، التمويل الأولي.
مرحلة التمويل الأول هي المرحلة الرسمية لتمويل مشروعك بعد الوصول للشكل النهائي لمنتوجك الأولي الـ MVP، وبتحتاج إلى المال لبدء العمل رسمياً كشركة ناشئة. رقم 3، التمويل المتسلسل أو اللي بنسميه سيريز A، سيريز B وسيريز C. تتميز هالمراحل بعملية جمع ما بين 10 مليون لحتى 600 مليون دولار أو أكثر على حسب قيمة الشركة. والغرض من جولات التمويل هو غالباً عشان إدراج الشركة في البورصة، ولهيك على كثير من الشركات استكمال عدد من جولات التمويل قبل الوصول إلى مرحلة طرح العام أو اللي بسميه Pre-IPO. وهالمرحلة تسمح للمستثمرين الاستراتيجيين باستثمار أموالهم في شركات الستارتاب مقابل حقوق الملكية، وبيتم تحديد قيمة الشركة من خلال كثير عوامل مثل حجم السوق، إمكانية الشركة والإيرادات الحالية، والإدارة وراء هالمشروع. أي واحد منا ممكن تخطر عليه فكرة مشروع جميلة جداً، لكن اتذكر دائماً المستثمرين بيستثمروا فيك أنت أول شيء قبل فكرتك. كن كتير واضح ودايركت بشأن الميشن الفيجن يلي عندك ياها للمشروع، وشو خطتك لتوسيع مشروعك من خلال سنة، 3 سنوات، 5 سنوات أو حتى 10 سنوات من الآن. وجيب معك شركاء واستثمر في أحسن التيم. وما تنسى أهم شغلة، إنك ما تاخذ فلوس من أي مستثمر ما رح يقدر يساعدك بخبرته في التطوير والتوسع. وهي بتكون خلطتنا لأول مليون.